السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم عاملين إيه؟ معكم مسأية عصام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض كورس الفونكس. طبعا إحنا أخذنا الحصة الأولى، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس وكمان في أول تعليق مثبت. طبعا بدأنا في الشورت، أول شورت عندي اللي هو شورت A. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الشورت E. بس قبل ما نبدأ الشرح ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وانزلوا اشتركوا من القناة من المربع الأحمر موجود أسفل الفيديو، ويلا بينا نبدأ الشرح. طيب اول جزئيه كده عندي الشورت اي. طب الساوند بتاع الشورت اي ده اسمه احنا قلنا ان الشورت اي ده ما بيسمعش، فكل ما حد بينادي عليه بيقول ايه يبقى الساوند بتاعه اسمه ايه طيب هناخد طبعا الساوند ده مع كل الفاولز، سوري مع كل الليترز، مع كل الحروف. هنا ب ب، هنا نقول س س. حرف السي لما بيجي وراه اي او اي او واي في الحاله دي بينطق سي، لكن لما بيجي وراه اي حرف غير الثلاثه دول بينطق ك. طيب ده ده ف ف. بالنسبه عندي لحرف الجي، حرف الجي ده عندي لو جه وراه اي او اي او واي في الحاله دي بينطق ج ه ج ك ل م ن ب ك ر س ت ذ و كس ي ز. دي كده عندي بالنسبه الشورت اي مع الفاولز او سوري مع الليترز كلها. طبعا احنا قلنا الشورت اي الساوند بتاعه بنقول عليه ان هو ما بيسمعش، فكل ما حد بينادي عليه بنقول عليه ايه طيب دي اول خطوه عندي، اثبت لابني او لطفلي الخطوه دي كويس جدا واخليه يعيد الحروف دي مع الشورت اي مره واثنين وثلاثه، خلاص اتقن الحروف دي كويس. تعالوا اقول لكم الخطوه اللي بعد كده المفروض نعملها ايه. الخطوه اللي بعد كده اللي المفروض احنا نديها له اللي هي الفاميلي ووردز، اللي هي عائله الكلمه. يعني ايه يا مس عائله الكلمه دي؟ يعني اجيب له كلمات مكونه من ثلاث حروف وابدا الحروف الاخرانيه دي تكون متشابهه علشان النطق يكون معاه كويس. طيب هناخد اول حاجه عندي الصوت بتاع ات ات ات. بصوا بنقول ايه، خدوا الان مع الاي، احنا قلنا الان مع الاي اسمه ايه نه نه نت نت نه net l l lit lit v v vet w w wet p p pet. بعد كده عندنا اللي هو بينتهي بالاي ان بنقول عليه، بصوا نقرا الاتش مع الاي بنقول عليها ايه ه ه هان ه ه هان م م من ب ب بن ت ت تن د د دن. بعد كده عندي ف ف فد ر ر ريد ب ب بد ل ل ليد و و ويد. بعد كده عندي بعد كده نقراها ازاي دي، التي مع الاي بنقول بتعمل ايه ت ت ت س تيست ت تيست تيست ر ر ريست 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 ن ن نست 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 ب ب بيست بيست ف ف فيست وهكذا. الفاميلي ووردز دي اللي هي عائلة الكلمة هتساعدهولك جدا في انه يعرف يقرأ كويس، وكمان يستهجى معاكي بطريقة كويسة جدا. طيب انا خلصت يا مس كده، خلاص احنا عرفنا قلنا ايه، خلاص عرفنا الصوت بتاع الشورت ايه وقلنا عليه ان هو ما بيسمعش فبنقول عليه ايه. طيب الخطوة اللي بعد كده بعد ما تعرفي له دول هتدخلي عنده بعد كده في الفاميلي ووردز اللي هي عائلة الكلمة. طيب اخد عائلة الكلمة وعرف يقرأ الكلمات دول كويس جدا، المرحلة اللي بعد كده اللي مفروض هتمشي معاه فيها الديكتيشن. ايه الديكتيشن دي؟ اللي هي الاملاء. طيب انا امليه ازاي يا مس؟ بصوا كده معايا، وليكن عندي مثلا هتبدأي تمليه وتقولي له مثلا، طب هنتملى كلمة زي كلمة ل
leg. بص كده هنملي ازاي، ل ل يبقى ايه ال ال مع ال اي ل عشان ده صوت مع بعضه اسمه ل ل leg leg. طيب كلمة تانية مثلا اسمها تيد ت ت يبقى حرف تي مع ال اي ت ت تيد. تمام عندي مثلا كلمة تانية اسمها س س ادي س س سنت س سنت مش شرط ثلاث كلمات زودي عادي براحتك. طيب بعدين كلمة اسمها ج جيت بصوا ج ج ج جيت امشي معاك كده بالنظام ده مثلا زي كلمة س س سات س ادي س س سات مثلا كلمة عندي زي كلمة ب ب بيت كلمة مثلا زي كلمة عندي ج ج جام احنا قلنا جي لما بيجي وراها اي او اي او واي في الحالة دي بتنطق جي زي الصعيدي كده بنقول عليها ايه جي فبتبقى عندي هنا ج ج جام زي مثلا كلمة عندي تاني وليكن اسمها د د ديب اهي د د ديب تمام هتبدأي تمليه وتمشي معاه بالخطوات دي اضمن لك انك انت لو مشيتي بالنظام اللي انا ماشيه لك عليه ده واقسم لك بالله هيبقى معاكي بيرفكت في الانجليش بس بليز ما تتسرعيش في كل خطوه خلاص انت اديتي له دول يبقى انت كده عايزاه يعرف يقرا مليون في الميه لا انا امشي مع ابني واحده واحده واسسه كويس علشان يعرف يقرا علشان انت ترتاحي معاه بعدين. طيب انت كده اديتي له الشورت اي وقلنا الصوت بتاعه اسمه اه خلاص كده يا مسي انا اديت له الشورت اي واديت له الفونكس بتاعتهم اللي هم دول واديتهم واديت له كمان الفاميلي ووردز خلاص كده واديت له ديكتيشن خلاص كده خلصت لا المفروض كل خطوه هتديها له لازم تراجع على اللي فات دي اساسيه ولازم لازم لازم علشان ابنك يتاسس كويس يعني انا مثلا اديت له ايه اديت له النهارده الشورت اي خلاص كده ادي الشورت اي وخلاص لا لازم تعملي مراجعه على الشورت اي طيب وكمان تعملي ايه تعملي كومبريشن ما بينهم يعني تعملي مقارنه يعني بمعنى ازاي يا ميس يعني مثلا تقولي كده با ب س ك س د د ف ف وتمشي بالنظام ده لغايه الاخر تمام طيب احنا قلنا الصوت بتاع الايه بينطق ا ا اما الصوت بتاع الاي بينطق ايه ايه طيب اديتي له عملتي له مقارنه لغايه كل الحروف عندك اديتي له المقارنه ما بين ده اعملها له في صيغه اغنيه ب ب ك س د د ف ف وهتمشي معاه بنفس النظام لغايه الاخر طيب بعد كده تعملي له ايه تبداي تملي له كلمات وهقول لك معلومه مش شرط انك انت تملي له كلمات ممكن انك انت تلاقي لها مترجمه في الانجليزي لا انا ممكن املي له كلمات اصلا ملهاش اي صله بالانجليزي مش موجوده انا هنا بعلمه ان هو يقرا انا مش بعلم ان احنا دي كلمات علينا نحفظها لا انا بعلم كقراءه بس يعني مثلا لما اقول هنا بصوا كده مثلا لما اقول داد 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 لكن لما اقول هنا معاها الاي بقول ايه د ديد واصله لكم مثلا ف ف فان طب هنا نقول ايه ف ف فان طب ايه كلمه فن دي يا مس انا بقول لك حتى لو ما لهاش ترجمه في الانجليزي انا بعوده ان هو يتعلم يقرا مثلا لما اقول ك مثلا كده كات هنا نقول ايه ك كات تمام يبقى انا اللي عايزه اقوله ان صوت الا بينطق صوت الاي بينطق ا اما الاي تنطق ايه وتعملي له كلمات بهكذا زي ما قلت لك مش شرط ان الكلمات دي تلاقيها او تكون موجوده في الانجليزي ملي له اي كلمات عادي اهم حاجه يعرف الفرق ما بين الاصوات هنا بنقول داد ديد فان فان كات كات تمام ده كده بالنسبه للفيديو بتاع الشورت اي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان ده بيدعمني وان شاء الله باذن الله لو لقيت الفيديو ده عليه لايكات حلوه باذن واحد احد هنزل لكم فيديوز كتير على الشورت وهنخلص الشورت كلها وبعد كده هديكم تاسيس انجليزي لو مشيتوا معايا خطوه بخطوه باذن الله اوعدك في نهايه الكورس ده كله طفلك هيعرف يقرا وانت لو اديتي له الشورت A والشورت E هتلاقيه عرف يبقى اول حاجه هنمشي يعني بصوا خطوات هتمشوا عليها اول حاجه لازم يكون حافظ الحروف كويس حتى لو حافظ الحروف بليز راجعي له عليها تاني خطوه تدي له الشورت A تمام خلاص عرف يقرا الشورت A وملتي له عليه وخليتيه يقرا كده تمام بعدين الشورت E تمام هتدي له عليه برده زي كده هتخليه يقرا الحروف بتاعتهم مع الساوند بتاع كل واحد فيهم
بعد كده هتدي له الفاميلي ووردز عائلة الكلمة، وبعد كده تدي له ديكتيشن علشان يتمل. بليز ما تعمليش خطوة من قبل ما تراجع اللي فات، يعني خلاص انا مش هناخد النهاردة شورت اي يبقى خلاص ننسى شورت ا، لا كل خطوة لازم تراجع اللي قبلها، بعد كده تدي واحدة جديدة، وكمان تربط الشورت كلهم مع بعض لان فيهم اصوات متشابهة. فكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله. ان شاء الله الفيديو الجديد كده انا بحضر له ممكن يكون ينزل لكم بكرة باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا جود باي.